ازاي؟ عمك؟ يعني ايه مش لاقيه؟ انا بعت لك الصوره تجيبه فورا. يا سيدي انا مش بزعق، انا منفعله، انت مش عارف اللي انا فيه. لا لا لا، سافر ايه ده من كام ساعه؟ ماشي ما تتاخرش عليا. لندن. بص احنا مش هنخسر حاجه. ماشي مستنياك. في ايه؟ قلقتيني عليكي، ما بترديش على تليفونك ليه؟ معلش يا حبيبتي انا في دوامه. خير؟ مشاكل في الشغل، ما تشغليش بالك. تشربي ايه؟ لا ولا حاجه، انا مش جايه اشرب، انا كنت جايه اسال عليكي وبصراحه كنت عايزه اسالك على حاجه. خير؟ عندي واحده صاحبتي المفروض ان كان جاي لها حد من بره شايل فلوس، وفجأة الاتصال بينه وبينها اتقطع وعرفت انه يعني اتقبض عليه، بس هي شك انه بينصب عليها. بصراحة بينصب عليها؟ هي كل الناس بتنصب عليها اليومين دول ولا ايه؟ اسمه ايه اللي جاب الفلوس؟ والمبلغ كان كام؟ الورقة دي فيها كل البيانات، والمبلغ كان حوالي 200,000 دولار. تهريب يعني؟ شكله كده. سهل، هعرف لك حالا. ثانية واحدة. أيوة يا أمجد بيه. لا لا مفيش أي جديد. عملنا كده فعلا، بس مفيش أي حد من حبايبه عنده أي معلومة. مستنية علي. زمانه جاي. أكيد يمكن يبقى جايب معاه حاجة مفيدة. حاضر. حاضر حاضر، هبعت لك كل حساباته. أنا آسفة جدا على الصداع. مع السلامة. أنا فصلت، أنا آسفة. لا ولا يهمك. احنا كنا فين؟ كنا بنقول إيه؟ نصاب. هجيب لك قرار أمه. استني. يوم 15 من تايلاند. متأكد؟ طيب أوكي. لا أكيد هنتكلم. شكرا. ها قال لك إيه؟ اتقبض عليه فعلا. طب ما قالكيش اي تفاصيل تانية؟ الموضوع شكله كبير جدا بس اكيد ما قالش الفلوس بتاعت مين، مش كده؟ يا صاحبتك دي تهمك قوي. ها؟ لا ما قالش لحد دلوقتي. مش هتطمنيها بقى ولا ايه؟ طبعا انا هخرج من عندك عليها على طول. شوش اتأخرت عليك يا حبيبتي. عندك ناس. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. دي صاحبتي هند الكحال. فيري كلوز فريند، وعندها اهم فاشن ستور في القاهرة. ده بقى يا ستي علي فهمي، مدير بنك ام جي بي، لو عوزتي اي حاجه سداد. اهلا وسهلا. طب يا ريت ناخد تليفونات بعض، اسمها بلاجر يعني، لو احتاجتي اي حاجه. اكيد. سند مي مسج بليز. اكيد. طيب استاذن انا. ليه يا حبيبتي؟ ما انت قاعده، انت مش غريب. ما انت عارفه المشوار المهم اللي ورايا. صحيح. بيطمنيني. اكيد. عن اذنكم. فرصه سعيده.